كوكو الغزالة ديالي، اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا عاوتاني في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غندير واحد الغديوه سهله لذيذه بسيطه ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم الدجاج بالاعشاب، يعني فخده ديال الدجاج او الجنيوحات او ليكويس ديال الدجاج بالاعشاب، كيجو صراحه روعه رائعين، يعني بواحد اللذه خطيره. واهم نتي كامل هي سهله مهله، وكذلك غادي نرافقها بلاك غاطان ديال الخضره اللي هو كيجي حتى هو روعه روعه روعه. واللذه ما نقولش لكم، يعني صراحه اكيد انا متاكده انكم غتجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. فالغزالات ديالي باش ما نطولش عليكم الفيديو اكثر، نمشيو ان شاء الله مع المقادير وخانتوما معايا. فنبداو على بركه الله. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا، اول حاجه عندي الفخيدات ديال الدجاج اللي هنايا كيبقى لكم اختياري، يمكن لكم ديروا فخيدات او دجاجه كامله تقسموها على طريفات. هنا انا عندي الفخيدات ديال الدجاج، وعندي هذا الفوق ديال الدجاج، يعني اعلى الفخذ ديال الدجاج، خليت فيه دوك الشحيمات ديالو اللي كيكونوا غير رقيقين باش كيطلقوا حتى هما واحد اللذه زوينه. هنا يمكن لكم نتوما كذلك ديروا جنيوحات او ديروا اي حاجه ديال الدجاج، يعني اللي كتبغيوه. فهنا كيف لاحظتوا خديت الفخيدات وهذوك لي كويس، هنا غادي ندير معاهم بصيله واحده صغيره مقطعه مشلده طريفات رقيقين اللي غادي نضيفهم في الطنجره ديالي، لان غادي نبدا لهم الطياب في الطنجره، ومن بعد كنكملهم في الفران باش كيتحمروا كيكملوا هذاك الطياب الاخر، يعني هي هذيك 5 دقائق الاخر ديال الفران. كيف ما لاحظتوا هنا درت الزيت البلديه، يمكن لكم تديروا الزيت العاديه او لا حتى طريف ديال الزبده فماشي مشكل. هنا خديت كذلك معلقه ونص تقريبا ديال الزعتر، كذلك هنايا يمكن لكم تديروا اي نوع ديال الاعشاب عندكم، يعني الزعتر زعتره اليازير، يعني هادو كيجو هائلين البنات بزاف بزاف بهذيك الطيبه ديال الاعشاب. انا عندي هذا ديما كنستعمله وكتسولوني عليه، انا قلت لكم بالنسبه للاخوات اللي في ايطاليا يعني راه كيتباع في ال دي، وبالنسبه اللي في المغرب راه هي العطريه، عفوا هي الاعشاب الجافه المنسمه كتكون ميكس عند اي عطار، كتكون فيها الزعتر والزعتره كتكون مخلطه كارمين كيجو زوينين. فصافي هنا كيف ما لاحظتوا ضفت الملحه البزار الزيت البلديه، درت معلقه ونص ديال الزعتر، كذلك درت تقريبا ملعقه عامره ديال هذيك الاعشاب المنسمه، يمكن لكم ديروا نتوما الاعشاب اللي عندكم طريه في المغرب. هنا درت هي راس معلقه صغيره ديال الزعفران، وهنايا غادي نزيد عليها دامه واحده ديال الدجاج اللي غادي تطلق حتى هي لوكو ديالها زوين، لان ما كثرتش بزاف من الملحه. وغادي نضيف عليها تقريبا 2 كيسان ديال الماء، يعني على حسب القياس ديالكم ديال الدجاج. انا هنا راه كانت عندي شي 2 كيلو شي حاجه ما مخلطه ما بين هاد الفخيطات وليكويس ديال الدجاج، فتقريبا درت لها 2 كيسان عامرين ديال الماء. وصافي هنا غادي نحاول انني نمشي نشعل لهم البوطه ونحاول ندخل فيهم العطريه، يعني داك الشرميله ديالهم باش يجيو مشربين هذيك الشرموله مزيان. فصافي هنايا غادي نغطيها ونخليها بشويه حتى تبدا تغلي، عاد ديك الساعات غادي نغطي عليها ونخليها طيب على عافيه مهيله. فبالنسبه للطياب فهي راه ما كتاخذش الوقت بزاف، يعني تقريبا ثلث ساعه حتى 25 دقيقه وغادي تكون الدجاج راه دخلو الطياب، يعني غادي تبقى له غير هذيك الضغميره الاخرى اللي من بعد غادي نحولو للمول ديال الفران. وصافي هنا خليتهم كيطيبو، غادي نمشي نوجد معكم الخضيره اللي هي البطاطا مقطعه طريفات صغار، عندي خيزو هنا مقطع طريفات صغار، وعندي هنا كذلك القرعه، يمكن لكم تعوضوا القرعه بجلبانه فانا انا كنديرها ولكن ما عنديش، يعني كيبقى لكم اختيار، يمكن لكم ديروهم كاع بربعه، يمكن لكم تستغناو على اي حاجه من هادو، يعني على حسب كل واحد شنو كيبغي في الخضر. هنا اكيد انا درت البطاطا كتكون اكثر من خيزو لان كيبغيوها لي الدراري اكثر. اول حاجه غادي نبداو بخيزو، راك عارفين لان كيبغي هو يشد طياب بزاف، يعني
درتو هو الاول يغلي واحد الغليه ديال 5 دقائق، عاد نضيف عليه البطاطا والقرعه اللي كيطيبوا في نفس الوقت. هنا ضفت لهم هذيك التنسيمه كذلك معلقه كبيره ديال الملحه باش يجيو مشربين، وغادي نديرهم حتى هما على العافيه. نمشيو نطلعوا على الدجاجات ديالنا، كي كتلاحظوا جاو خداو هذيك التشرميله، يعني جاو صراحه مشربين زوينين، المريقه ديالهم على قدهم يعني ما جاتش فيهم المريقه بزاف. وصافي هكا راهم واجدين معايا. من بعد ما درت الخضر ديالي تسلق، غادي نهز هاد الدجاجات وغادي نمشي باش نحطهم في المول ديال الفران ونوجدهم. هنا الغزاله ديالي كيف لاحظت، يعني من بعد ما حطيت الدجاجه ديالنا ضفت عليهم داك المريقه، وهكا راه كان واجد معايا. كي كتلاحظوا كيجيو مضغمرين، كيجيو لذيذين، جاو طيبين. فصافي غادي نحطهم في الفران ونمشي نوجد معكم الخضره. بالنسبه للخضره ديالي هنا من بعد ما تسلقات، انا ديجا صابت لاصوص بيشاميل اللي راه ديجا مشاركاها معكم ما مره ما جوج، في نفس الطنجره ديال اللي بقات فيها داك شويه ديال الضغميره ديال الدجاج، فيها صابت لاصوص بيشاميل. اكيد راك كلشي عارفها، الزبده وشويه ديال الدقيق، الملحه والبزار والكوزه، وكذلك الحليب يعني. وصافي هنا درت لها شويه ديال هذاك التنسيمه ديال الاعشاب، وغنضيف عليها الخضره اللي مملحه وفيها حتى هي الاعشاب، وغادي نحاول نحركهم اكيد من الفوق لتحت باش ما تعجنش ليا هذيك الخضره ديالي. كي كتلاحظوا حتى كتشد مزيان بلاصوص بيشاميل هكا كتكون واجده. درت معهم شويه ديال الفخوماج غابي من داخل، واكيد غادي نزيدها لهم حتى من الفوق. هنا من بعد ما جانس كلشي فغادي نبدا نحط في ليمول. انا حاولت ندير في هذا ليمول الميان باش ما نديرش مول واحد كبير، هكا كيجيو على جنبات الطبله، كيجيو زوينين وكيجيو حتى في المنظر ديالهم في الحطه كيجيو زوينين. فصافي هنا غادي نبدا باش نكمل كاع ليمول ديالي، وغادي ندخلهم حتى هما الفران بعد ما نحكي عليهم الفخوماج غوج من الفوق. وصافي هنا من بعد ما ضفت لهم فخوماج غادي نديرهم في الفران يطيبوا ويتحمروا الفوق من تحت على درجه الحراره ديال 150 او 160 درجه. غيبقى ياخذوا تقريبا تما 21 دقيقه هكا، لان كل شيء طايب خصو فقط غير يتحمر ويتغرى. وها نتوما كتشوفوا النتيجه النهائيه بالنسبه لي غاطا، كيجيو هكا محمرين، كيجيو روعه وشهوه منهم والله. حتى في اللذه كيجيو صراحه بنان بزاف بزاف، اكيد غتجربوهم وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للدجاجات ديالنا جاو على هذا الشكل هذا كي كتلاحظوا، حتى هما جاو محمرين غزلان، وهذاك اللوغو ديال الاعشاب صراحه زوينين. وبالنسبه لهاد الاكله هذه والله القسم اللي كيذوق عندي كيعجبو كينال الاعجاب ديالو، ولكن ما كطيحش عليه البال انه باش يديرها بالاعشاب. فلهذا علاش حنا عندنا تبارك الله كلشي متواجد في البلاد ديالنا، علاش هذوك الاعشاب فهما صحيين وكيجيو صراحه بنان. فلهذا الغزاله ديالي الفيديو ديالي غادي نحبسو معكم حد هنا. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، وبوسه كبيره، وانتظروا ان شاء الله فيديو جاي.